ثورة 26 من سبتمبر لم تكن ثورة تخص اليمنيين فحسب، وإنما كانت تخص اليمنيين والمنطقة بل وأحرار العالم. فهي كانت تصارع الكهنوت في الشمال والاستعمار في الجنوب، وهي تقريبا الثورة الوحيدة التي كان لها خصمان من أخطر الخصوم في العالم. الثورات كلها كانت إما تقوم ضد المستعمر أو تقوم ضد الكهنوتية، ما عدا ثورة 26 من سبتمبر فكانت تواجه الكهنوتية وكانت تواجه بنفس الوقت الاستعمار. وبالتالي نجاح ثورة سبتمبر أدى إلى نجاح ثورة 14 من أكتوبر، لتتكامل الثورتان في ثورة واحدة في جمهورية واحدة. ووضعت أهدافها الستة، كان من ضمن هذه الأهداف هو استعادة الوحدة اليمنية، وهو ما كان مع مرور الوقت في 22 من مايو من عام 1990. نعم اليوم اليمنيون يتطلعون إلى استعادة الحرية التي بدأت تفقد منهم بعد أن كانوا قد تمتعوا بهذه الحرية نتيجة لثمن الدماء التي قدمها آبائهم في ثورة 26 من سبتمبر. لأول مرة في تاريخ اليمنيين ربما كان الحاكم الذي جاء بعد ثورة سبتمبر هو الحاكم اليمني، بعد أن حكم الأئمة لما يقرب من 1100 عام، وظلوا يتحكمون بالقرار اليمني تحت المرجعية الإلهية، فاستعبدوا الناس وحولوهم إلى مجموعة من العبيد وقسموهم إلى طبقات لكي يستطيعوا أن يبقوا في أعلى سلم الهرم الطبقي. ثورة 26 من سبتمبر اليوم تعود في روح اليمني في شمال الوطن وفي جنوبه، ليس لأن الموضوع يتعلق فقط بالحوثية، وإنما أيضا الوجه الاستعماري بدأ يطل من جديد ويساعد الكهنوتية المتمثلة بالحوثية ويتخادم معها في إسقاط حرية اليمنيين وفي مصادرتها. فاليوم اليمنيون خرجوا في المهرة وفي الحديدة وفي صنعاء وفي تعز وفي مارب وفي بقية المحافظات الأخرى ليقولوا بأننا أحرار وبأن إرادتنا هي الحرية، ولا يمكن أن نستسلم بأي حال من الأحوال، لا للكهنوتية مرة أخرى ولا للشعب.